لو انت عايز تنطق انجليزي كويس ركز معايا، ما تقولش ورك قول ورك، ما تقولش understand قول understand، وبرضه ما تقولش شوكليت قول تشوكليت، وما تقولش كلاس او كلاس قول كلاس. ها كلاس. excuse me be careful this is dangerous. excuse me be careful this is dangerous. dangerous. those are my friends. those are my friends. friends. those. ونبطل لعبة بقى وما نقولش play ونقول play، عشان دي big problem. اقصد problem. problem. يا اما بقى هنجيب لكم supervisor يقف عليكم. ايه؟ supervisor. supervisor. عشان الموضوع ده مشكلة كبيرة. from the beginning. ايه؟ from the beginning. from the beginning. وانا عارف ان في ناس كتير منكم بي complain about this. complain about this. complain about this. complain. عشان كده انت لازم تركز معايا وما تقولش walking وتقول walking، عشان walking معناها بيصحى، اما walking معناها بيمشي. وطبيعي انك انت تيجي تسألني وتقول لي طب انا هعمل ايه after that، اقول لك تقول after that. after that. انا عارف انك انت من جواك بتقول I want to learn English، بس المفروض انك انت تقول I want to learn English. بس بالرغم من ده كله انا مش عايز اقتلق، و please be happy. اقصد please be happy. شفت الورقة طارت ازاي مع ال P؟ يبقى بقى ما تعكننش على نفسك وما تبقاش stupid. 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 وخلي بالك ان غيرك بيتطور because of learning. اقصد because of learning. because. وحب انهي كلامي ان انا اقول لك انك انت ليك مطلق الفريدم انك تقول فريدم. ها فريدم. 3 things before I finish. 3 things before. 3 things before I finish. 3 ملاحظات قبل ما نقفل الفيديو. 1 انا تعبت جدا على بال ما عرفت انطق الكلمات غلط من كتر ما انا متعود انطقها صح. 2 الفيديو ده امريكان اكسنت مش بريتش اكسنت. بتوع البريتش مكانكم مش هنا. رقم 3 لو عجبكم الفيديو اعمل منشن وشير لاصحابك بنية نشر العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.